لكم بالدجاج وفواكه البحر بطريقة سهلة وبسيطة. نشوفوا المقادير. غادي نحتاجوا بلح البحر أو ليمون، غادي نحتفظوا بكمية للتزيين، الجمباس، كوكتيل ديال فواكه البحر ديال السيبيا والكروفيت، القرص يكون خاص بالبيلم الأحسن، الماء يكون ضعف الكمية ديال القرص، البصلة مشلطة، جلبانة، فلفلة مقطعة طويلة، طريفات ديال الدجاج، الصلصة ديال الطماطم أو مطيشة محكوكة، فلفلة حمراء وخضراء مقطعة مربعات، زيت الزيتون، الحامض، قزبور ومعدنوس ومعاه فصوص ديال الثوم، دامة ديال البنة من الأحسن تكون ديال السمك، زعفران شعرة، مطيشة ديال الحك، ملحة، خرقوم، وأخيرا الإبزار. بعد ما شحرت البصلة غادي نضيف عليها الفلفلة على بحال هاد الشكل، نشحرها على عافية تكون متوسطة. غادي نشحر أيضا فلفلة طويلة، قطع ديال الفلفلة باش غادي نزين هاد الشكل. غنبدأ قطع ديال الدجاج، غادي نشحرهم حتى هما بشكل حتى ياخذوا اللون. غادي نضيف عليهم القرص باش يتلبس بزيت الزيتون اللي درنا بشكل. غادي نخلط كل شيء. غادي نضيف العطريه ديالنا هاد الشكل. غادي نحكو بين يدينا بهذا الشكل، غادي نخلطو، غادي نضيفو الكنار ديالنا فرتو بهذا الشكل، إلا عندكم مرق ديال السمك يمكن ليكم تضيفوه في عوض هذا. غادي نضيفو لاصوص طوماط ديالنا بهذا الشكل، غادي نضيفو قزبرة معدنوس أو تومة، معلقة ديال مطيشة الحك، غادي نضيفو الماء ديالنا، الماء خصو يكون ضعف كمية الأرز، غادي نخلطو. نضيفو الجلبانة نطيو عليها ونخلي الدجاج ديالنا يطيب. غادي نضيفو كوكتيل فواكه البحر ديالنا، غادي نضيفو ليمون ديالنا، نضيفو ليغامباس، غادي نزوقو بالفلفلة ديالنا، البايلة ديالنا هي واجدة، كنقدمها لكم بالصحة والراحة. إلى اللقاء.